Ela sei vale verdei da gente لدرهمت بالخال خالي. صح لسانك يبا، هلا والله بلب البطل. الحين بقهويك وابيك تمخمخ علشان بفاتحك بموضوع. خير ان شاء الله وانا ابوك. تبي تعرس؟ والله اذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي ابعرس وبزوجك بعد. تزوجني بعد انا؟ يعني ازوج انا وياك؟ ايه بليله واحده. وش هالمشروع هذا؟ بيض مسلوق ولا شكشوكة؟ لا يا يبا الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكة. المشروع له علاقة بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين أبوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول أن تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيني مرات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. أي بالله أطقطق عليك؟ فقاسات وبيض وفروخ وبدري وشنو اقول لك قبل ذبحني قبل. دايب اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. ايه والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال. بس ابيك تدعي لي بمشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم أكبر. أها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطه كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكره ادفع. للاسف ما اقدر والله، اعتذر منك. اجل كنسل الطلب. حاضر ابشر ولا يهمك. ابوك الجوع وش السفات الحين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني 10 وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحاذ. أنا شحاذ، عطني إياها. يا شين اللي ما هو عند سلمته.
توت يا عيال. الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص كنسل المشروع بس. العب العب بلاي ستيشن. عشرة، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. فلوسي فلوسي. يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب، ايش السالفه؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفه؟ وش بك؟ وراك قلبت بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفه الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. انت شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزباله وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ 1.5 مليون. انت عندك 1.5 مليون؟ ايه عندي، عندي 1.5 مليون. هذا شقا عمري. طيب دام عندك 1.5 مليون، وشو اللي تشحد؟ يا ابن الحلال، انا ما جمعت 1.5 مليون الا من الشحاده. ورا تاخذ مني كل يوم 10. اللي صار صار. الحين انا ابي فزعتي. فزعتي بوشو؟ انت المفروض ابلغ عنك. انت مبلغت علي. وش تستفيد؟ انا عندي الكسور. وشو؟ رجعت لي 1.5 مليون اللي سرقها الحرامي، ابعطيك نصفها. من جدك؟ اي من جدي. انا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامر كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطنخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة طيب، وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل والفلوس بتكون معنا بس بمقابل. مقابل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب. بس ان ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركض بنا. ام الغزلان ما شاء الله دم يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا أبو شبيب اللي قد قلت لك عنه؟ لا ما أخذه. وش عندك؟ والله أنا انسرق لي 1.5 مليون. أفا 1.5 مليون؟ وشلون انسرق ذي؟ والله أبد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفتوا يا إخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ هي نعم. انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة، انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان،
نص الثلاجة هي بياكل يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله شال أو بشا وصات 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 يا قربها للي قالها الأخ لا الحين قل لي ورا ما حطيت فلوسك في البنك وبعدين وش تشتغل أنت؟ أشتغل طرار طرار تعال يا ولد تعال تعال الله يكفى يقول طرار تعال خلاص طرار دق على ياسر هلا ياسر وينك؟ قريب؟ عشوة اوكي اوكي ننتظرك لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام يا خلونا ناكل ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه لا يا شيخ تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت كلب انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير اقسم بالله كلب اه ده 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 صلي على النبي صلي على النبي يا ابوي صلي على النبي اشبه ما تسمعوا وش يقول ما اقصدك انت يا عامر اقصد الكلب اي والله كلب عيال وش جابه ذا هلا بالعيال هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله كفو ياسر اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى وحنا ايش نتعشى ايش هذا الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما ليه في بطنه وجود؟ ايه اوكي لا تلكد على الكلب خليه يتعشى ايه كل بعد عمري كل تجيك حبة ثانية بخاري بعد ما عليك من كفتة ولع اللمبات وشكش يا ابويا ما تشتغل طافي الكهرب والله ما سددته انا اجي للبيت انام وبس وشو لا تسدد هذا نظامك نعم عندك اعتراض ابوك القعاطه طيب هل تشك في حد ابو شبيب لا يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب وانا وش ادرين الساعه كم صارت الحادثه بالليل انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبر مع احد لا ما مع احد وش نوع سيارته كابرس وش مديله 2013 وش لونها؟ رصاصي كم رقم لائحتها؟ ما شفتها هي انت مخفى تجاوب؟ قلب عليك الموضوع؟ ياسر شوف شغلك خلاص يا عم لا تشيل هم هذا الكلب من أفضل الكلاب البوليسية بيطلع لك الحرامي في 24 ساعة يلا عيال مشينا سكوبي مش قدامنا ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا تحترمونه أكثر مننا أهرب لك هاص تجيني هاص مهبول انت يا اخي كل اللي عندي هاس يا اخي ايش فيك انت هم 42 وحنا 15 فينا سوق وزع 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 عرفتوا البيت ذا يا عيال بيت صالح خوينا هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هنا في المدرسه اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان الكلب طلع ذكي عنده سالفه اسف يا كلب من عند الباب قف السلام عليكم عليكم السلام تفضل تفضل ابو صالح هلا هلا ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره الولد طال عمرك ماخذنا اخته وراح المكه المكه ياخذ عمره ايه ما شاء الله إيه؟ الله يوفقه قطو الله يطول عمرك شكرا يا عم مشينا مع السلامه
وجع. وش ذا الكلب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشي ولا سلام. يلا يا ابوي شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجه. احسن تستاهل عشان ثاني مره تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين شو الصوات؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكره. وشي؟ عامر، مو انت تقول انك شفت السياره؟ الا شفتها. الحاره صغيره، نروح كلنا ندور السياره، واذا لقينا السياره لقينا الحرامي. السلام عليكم. عليكم بس. يلا حي عامر، يلا حيه. ما عندك معارضة اليوم يا ابو خليف؟ لا اليوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبيك موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ ابكى لا لا ابكى، عندي فالقرب حقه الشريطية، بس الرجال ما يبي يبيع، ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا بيعه. تقول صادق؟ انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايف. الله يسعدك. في سيارة ملحمة ورانا، شوف. دز دز دز. ها؟ دز دز. يا حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلنا نوقف نشوف شو عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هدد تخلني هدد تخلني هدد تخلني. يلا ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمره جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر يا دكتور، كيف اوضاع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا شبيب. ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشهاده، ما غير يشحد بالشوارع، وانا ما ادري ايش اسوي فيه، والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها، اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني انت اللي اخذت الاكياس وطلعتها من البيت؟ اي انا اخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت ان اللحم يخيس. والاكياس موجوده؟ اي موجوده كلها. اي كلها. اركب بديتك.